المشاهدين اللي بتاتر ما سمعوش بالقضية. هو معايا مشكور السيد الرئيس فريد بن شحال ناطق رسمي باسم حاكم المنسير والمهدية. سيد الرئيس مساء النور. مساء النور سي برهان، مرحبا بك وضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. نعم سي فريد، نحن الناس سمعت بها الحكاية عندها ثلاثة أيام، زادت شي معطيات جديدة بخصوص القضية؟ دخل إلى غرفته بعد نقاش عادي مع البو، طال وقت غيابه، دقوا الباب، خلعوا الباب، دخلوا الباب، يلقاوه منتحر، طفل العشر سنوات. نعم. حادثة غريبة وموت مضطرب على إثر وقرر النيابة العمومية بفلسطين فتح بحث تحقيقي بخصوص ملابسات وأسباب هذه الحادثة وهذا الموت المضطرب. كما قلنا الطبيب الشرعي هو الآن قام بتشريح الجثة. نعم. نستناو في تقريره اللي باش يحدد أسباب وملابسات الوفاة. كما انطلقت السماعات عن طريق قاضي التحقيق اللي باش يكشف على الحقيقة وبيان إن كانت هذه الوفاة مضطربة هي سببها الانتحار او اي سبب اخر. المعطيات اللي اخذناها لحد الان هي من والد الهالك، كما قلنا عمره 10 سنين، ياكد الوالد بتاعه انه على اثر خلاف، هو مش خلاف، نقاش بسيط معاه حسب الوالد، خل غرفته وقرر ان ينهي ويضع حد لحياته. لحد الان كما قلنا نستناه في تشخيص الجريمه ولا على ضوءها باش يقرر الطبيب الشرعي، الان ما ورد في ذلك التشخيص مطابق النتيجة العلمية المتوسطة أثر تشريح الجثة العادية. نعم السيد الرئيس، حكينا على الظروف بالنسبة لعائلة الطفل، المستوى الاجتماعي، الانتماء الاجتماعي، الطبقي، التعليمي، العائلة شنو هي وضعيتها بالضبط؟ هو عادة كنا نحكي عن الانتحار تكون ظروف اجتماعية صعبة، ويكون مثلا تم استمغاج العاب الكترونيه معينه، لكن صوره الحال ما عندهاش حتى علاقه لا بالظروف الاجتماعيه ولا بالغزو المعلوماتي. نحكي على طفل معدلاته في القرايه ممتازه، طفل معناها متميز جيد، ومن عائله معناها وضعها الاجتماعي كيف كيف، تعتبر هو من النخبه لو ما نقول ام اطباء. ما فماش حتى علاقه سببيه ما بين الوضع الاجتماعي ما بين القرار، اذا كان قرار تاع الانتحار هو اللي باش يوصل للطبيب الشرعي، فماش حتى علاقه سببيه وفماش حتى تطابق بين الوضع الاجتماعي وهذا القرار. نعم نعم، واضح سيد الرئيس، مشكور جدا على هذه التفاصيل. السيد فريد بن شحال ناطق رسمي باسم محاكم المنسير والمهديه. سمعت سلوى.